أربع أشهر كاملة شغلت المراهقة المصرية أميرة رزق الشهيرة بفتاة العياط شغلت الرأي العام المصري وسيطرت قضيتها على مواقع التواصل لتقسيم المصريين بين متعاطف معها وبين اللي بيلومها وشايف إنها غلطت. فإيش حكايتها؟ الحكاية بتعود ليوم 12 يوليو من العالم أو من عام الجاري عندما وافقت أميرة أو فتاة العياط وافقت أن تقابل شاب اسمه وائل طلب أنه يشوفها. هذا الشاب وائل كان بيعمل مع أميرة وسبق وتقدم لها لكن أبوها رفضه. وبعدين بعد ما قابلت أميرة وائل بحديقة حيوان الجيزة دون علم والديها خلينا نقول وهي في طريقها أو في طريق العودة لمنزلها اتصلت على وائل لتتفاجأ أنه شخص آخر رد عليها وقال لها أنه اسمه مهند وهو سائق الميكروباص أو الحافلة وأنه وائل نسي موبايله عنده. لكن الحقيقة اللي ما كانت تعرفها أميرة أنه سائق الميكروباص استغل لحظة نزول وائل من الميكروباص ورد على مكالمتها مدعيا أنه وائل نسي في الميكروباص وطلب منها مقابلته في منطقة معينة عشان تسترجع هاتف صديقها. سائق الميكروباص طلب من أميرة الحضور إلى منطقة معينة عشان تأخذ الهاتف لكنه في الأخير استدرجها لمنطقة جبلية مقطوعة وغافلها فيها وحاول يغتصبها لتنتهي الحكاية بمقتل سائق الميكروباص على يد أميرة اللي على طول سلمت نفسها لقسم شرطة العياط واعترفت بأنها قتلت شخص دفاعا عن نفسها لتتحرك بعدها النيابة وتبدأ تحقيقاتها عشان تتأكد من صحة كلام أميرة وعما إذا كانت قامت بالجريمة بمفرد أم بمساعدة آخرين. وبعد أسابيع تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالقضية واللي أكد أنه أميرة قامت بارتكاب الجريمة بمفردها ليسدل الستار على القضية ويخرج للضوء قرار النائب العام. النيابة أفادت بحفظ القضية وببراءة أميرة قانونياً بل حتى وصفتها في بيانها بالمجني عليها. وبالمناسبة قبل ما يصدر قرار النائب العام كانت أشارت أميرة إلى أنها فعلاً مجني عليها ولمحت إلى عدم ندمها للدفاع عن نفسها. خلونا نسمع إيش قالت. أنا غلطت إن أنا طلعت من البيت بس مش غلطت إن أنا عملت كده لأن أنا كان لازم أعمل كده. حصل ده كله بالنسبة لي مش قليل ومش صعب. يعني لما كنت ماشية وعادي وما كنتش بخاف من حد دلوقتي ببقى ماشية خايفة. أول ظهور لأميرة أو فتاة العياط بعد الإفراج عنها كان أمس مع زميل الإعلامي وائل الإبراشي وخلال لقائها لفتت أميرة إلى مخاوفها وما تشعر به. نتوقف مع جزء من اللقاء. أنا دايما يعني بشوف كوابيس وأنا نايمة اللي بيجي جنبي من غير ما أشوفه دايما بتخض يعني دايما متصوره اللي حصل قدامي مش قادره انسى اللي حصل خالص يعني بجد حتى انا خدت البراءه بس برضو زعلانه يعني كل ما افتكر الموضوع بزعل اكتر وبخاف اكتر. انا رجعت لبابا وماما بس برضو خايفه. انت بتجيلك كوابيس مشهد الدم وانت بتطعنيه ما بيسيبكيش خالص ده. يعني ببقى خايفه جدا ببقى حاسه ان انا قاعده وهو معايا وببقى خايفه جدا كل ما بفتكر شكله وكل ما بفتكر لما شفته وانا مع الحكومه يعني المنظر كان. الجدير ذكروا أنه أميرة أو فتاة العياط أثارت قضيتها جمعية حقوقية والنشطاء كانوا طالبوا بضرورة تبرئتها باعتبارها بتدافع عن عرضها وحتى تكون قضيتها عبرة لمن يفكر في التعدي على الفتيات. لذلك ناس كثيرة اعتبرت أنه قرار النيابة العامة اليوم يعد إنصافاً أو يوم أمس إنصاف لها ورد لاعتبارها.